عقدت بمقر مجلس النواب الجلسة الختامية لمؤتمر برلمان الطلائع تحت عنوان ما بعد قمة المناخ COP27. شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر نموذج محاكاة لفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تقدم أعضاء برلمان الطلائع بعدد من نماذج للأدوات الرقابية حول قضايا التغير المناخي إلى الوزارات المعنية بذلك، فضلا عن طرح الرؤى والحلول لهذه القضايا. احنا كان عندنا فعاليات ضمن المؤتمر الختامي اللي احنا بصدده النهارده، الفعاليات دي امتدت لعدد من الايام، كان اخرهم امبارح كنت موجوده معاهم علشان اشوف البروفة النهائيه ونحاول نشوف، لان احنا ممثلين يعني شقين، شق الحكومه وشق النواب. لما قعدنا وبدات ان انا اتكلم معاهم عن التجربه دي، وبداوا كمان الطلائع يسالوا ايه الواقع بتاعها وازاي اتحولت من حلم الحقيقه، بدانا ان احنا فعلا يعني نعلي احساس الفخر عندنا كلنا، نحس ان احنا فعلا الدولة المصرية بتحاول تزرع فينا حاجة مهمة علشان نبقى موجودين ونتحول من الحلم للحقيقة على ارض الواقع. احنا النهاردة متواجدين في نهاية الفصل التشريعي لبرلمان طلائع مصر، احدى نماذج محاكاة وزارة الشباب والرياضة. الحقيقة هذه النماذج هدفها الاساسي هو تأهيل النشء والشباب على اعمال مجلس النواب عشان يكون عندنا قيادات شبابيه واعده ان شاء الله يتم الدفع بيهم في مجلس النواب. الجلسه البرلمانيه النهارده ده المؤتمر القومي لبرلمان طلائع مصر، ويعتبر احنا بننتظر اللحظه دي من بدايه اول دور انعقاد للبرلمان بعد الانتخابات مباشره. بنبقى كل شغلنا واهتمامنا ان احنا نجهز ملفات، وكل يعني انا هتكلم عن مجلس الوزراء بشكل خاص، يعني كل وزير كان مجهز ملف للوزاره بتاعته عشان نقدر لما نيجي الجلسه دي يكون معانا ردود إنجازات فعلا تمت بالفعل في الدولة. برلمان الطلائع أو برلمان الشباب هو البوابة السياسية للشباب ولتمكين الشباب، وطبعا زي ما فخامة الرئيس دايما بيأكد على موضوع تمكين الشباب وبنك القيادات وتأهيل الشباب لأنها تمارس الحياة السياسية العامة وتكون مشاركة بدور مثمر في قرارات الدولة واعتمادات الدولة في كل المشاريع، ودايما المشاريع القومية الشباب بيشاركوا فيها. برلمان الطلائع وبرلمان الشباب دي نماذج من اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة بهدف تمكين الشباب سياسيا وتطوير معلوماتهم السياسية، ان هم يصبحوا على علم بالسلطات اهميتها والتحديات كمان اللي بتواجه مصر في الفترة الراهنة.